السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا الفيديو سوف نعرض عليكم ماذا حدث قبل مقابلة المنتخب الوطني الجزائري أمام ليبيريا في المدرجات. لكن قبل أن نبدأ في تفاصيل هذا الفيديو، لا تنسوا الاشتراك في القناة يصلكم كل جديد. إذن سيواجه اليوم على الساعة 5 مساء بالتوقيت الجزائري المنتخب الوطني الجزائري ناظره ليبيريا، وهذا لحساب الجولة 6 والأخيرة من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025. وستجرى المقابلة بملعب تيزي ويزو، وهذا لأول مرة أين سيلعب الخضر في هذه المدينة. وقام منظم هذه المباراة بوضع الأعلام في جميع الكراسي كما تشاهدون في الصور التي أمامكم. وفي الأخير، إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس يصلكم كل جديد.